هنروح بقى لملف قانون الخدمة المدنية والذي أسقطه البرلمان، والناس لحد النهاردة مش عارفة ليه تم إسقاطه. من الواضح أو وفقا للكلام أنه ما تمش التسويق بشكل جيد لهذا القانون، والنواب يعني مشيوا مع الموجة أن الناس رفضها وتوافقوا ليه على حاجة بيقولوا عليها مش كويسة. فيعني إيه التعديلات اللي بتجرى الآن أو يعني بتقدم في ملف هذا القانون؟ خلينا نتفق ان قانون الخدمة المدنية قانون ظلم من المسؤولين اللي قدموه نفسه، ظلم من الحكومة لما طرحته بلا ظهير وبلا زي ما بيقولوا كده صاحب وبلا مدافع عنه، اطلقته ولم تعمل لي الدعاية الكاملة، ما قامتش بشرح هذا القانون للناس عشان تفهمه. الحكومة أعلنت هذا القانون وطرقته في العراء ينهش فيه كل من يريد، فقاموا بتشويهه. يعني احنا كنا بنتحدث من فترة مع عدد كبير من الفقهاء الدستوريين، واللي كانوا بيقولوا انه بالعكس هذا القانون يمتلك عدة ايجابيات، ولكن في آن واحد هناك عدة سلبيات داخل هذا القانون، وهم ناقشوها وطرحوا وتعادلها على الحكومة وافرضوا لها صفحات في الجرائد، ولكن الحكومة لم تهتم. بص يا فندم، الحكومة في هذا القانون ارتكبت خطأين. الخطأ اول ان هي اطلقت القانون ولم تسوق ليه وتشرح فيه نقاط القوة تستجيب. النقطة الثانية الخطأ اللي هي أخطأته إن هي لم تستجيب لنداءات الشارع ونداءات النقابات. معظم النقابات قدمت مقترحات في بعض النقط وكان ليها تحفظات على بعض النقط في القانون. صح. للأسف الحكومة لن تعي ولن تسمع لهذه المطالب، وبالتالي لما تعرض القانون ونزل الشارع وطبعا استغل الناس عدم الدعايه الكافيه للقانون فقاموا بتشويهه، فبقى اصبح القانون سيء السمعه بين الناس. فابتدت الناس طبعا تضغط على النواب. وبجانب حاجه كمان، ان القانون نفسه قانون جيد وقانون يعني فعلا يعتبر امل من املنا في اصلاح الجهاز الاداري اللي بيه نقدر ننطلق انطلاقه جيده، ولكن المشكله ان القانون فيه كذا ماده، المواد دي مرفوضه او كان عليها لغط. زي مثلا الماده 15، مع ان المادة 15 رغم ما اثير عنها لكن المادة دي مادة ما فيهاش، يعني انا شايف ان هي مادة لازمة، اللي هي ايه؟ اللي هي ان من حق الفرد او العامل العربي ان يعمل في مصر، في بالذات مع الدول اللي احنا ايه بتعاملنا بالمثل. انا شايف ان النقطه دي نقطه طبيعيه جدا جدا، الناس رفضتها قالت لك ده بس في مثلا نقاط تانية كانت مثلا جدليه جدا، زي النقطه المختصه بانه رئيسك هو اللي بيحدد وبيعمل لك نوع من انواع التقييم وعلى اساسه بتستمر او لا، وعلى اساسه بتاخد الفلوس ولا ما بتاخدش او يعني المكافئات ولا لا. ما هي دي برضه الناس كان عندها حق فيها، يعني مخيفه يعني. تمام. بص حضرتك، هو طبعا من ضمن المواد برضك اللي كان عليها لغط اللي هي التقييم. التقييم في ايد مين؟ طبعا ارجاء التقييم للمدير المسؤول، وبعدين برضك كانت التقييمات مش المدير بس، كان المدير والعميل والزميل والموظف نفسه، فطبعا دي كلها اداءات للتقييم، اداءات مطاطه.